لانه ما لحقناش جابها محمد نصر في اخر لحظه، فحاولنا تاني الفرصه. اوه يا خرجت ازاي دي، خرجت ازاي دي، شوفها تاني اهي ضربه ورايحه في المقص هناك، يا دوب يا دوب سنتيمترات. تاني العرضيه خطيره، يشتت حمدي زكي، وادي قوي. اوه مهدي تاني، مهدي تاني ومهدي تالت، لكن التسلل انقذ عزاز الموقف بالرايه. هنشوفها تاني، شوفها تاني، شوف شوف مين اللي راح. الله فيها كلام، فيها كلام من لا ماكولين، لكن برضو يقظه مهدي سليمان زي ما بنقول هو اللي حط اهي. بص شوف وريني، لا 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 التسلل مش موجود، مش موجود، عفوا. شرب الميه بقى والتوتر والقلق، قلت لك اللحظات الاخيره من ادارات الانديه ومن الاجهزه الفنيه كله، وفرج عامر مهندس فرج عامر واقف برضو منتظر الى اين ستذهب. شوف مهدي، ياه مهدي عمل انقاذ، قلت لك هو اللي حضر العفريت، هو اللي صار. لا لا مش تسل، شوف طلع لي الكره، طلع لي الكره من فضلك، طلع لي الكره من فضلك. لا التسلل غير موجود، الراجل الاسمر اهو لا ماكولين، كان في واحد مغطي من دفاعات، اثنين مغطين من الدفاع اتاخروا.